عسلامة، سامحوني، نهاركم زين، نهاركم احلى الايام الناس الكل. دونك اليوم مانيش باش نعملوا غوسيل دو كويزين كيما تشوفوا. انا خرجت اليوم تحت طلب برشا متابعين لقناتي اللي ما عرفوش الكالاتوس ولا هو الكاليبتوس، الشجره اللي معروفه برشا، دونك اللي فيها برشا منافع. دونك انا توا خرجت باش نحاول نوريكم معناها كيفاش الشجره هذه وكيفاش تكون خضراء، وباش بطبيعة الحال باش نعقموا بها الدار والكل. انا دونك تحت طلبكم حبيت نعاود الفيديو اللي عملته قبل، دونك بوكوا با قلت يلا باش نخرج ونوريكم الشجره هذه اللي كيما نقولوا احنا كنز رباني، فيها برشا 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 منافع نعقموا بها نحميوا بها ارواحنا. دونك من احسن ما فما حاجه طبيعيه ونجموا نلقاوها من غير ما مصروف كبير. فوالا الشجره هذه هي كما تشوفوا، يعني شجره تبدا كبيره برشا. دونك هذه هي الشجره نتاع الكاليبتوس، هذوما هما الاوراق، ديجا الريحه محليها ما شاء الله. دونك توا باش نمشيو بطبيعه الحال باش نحيو الاوراق، لازم يكونوا خضر، معناها ورقه خضراء ما تكونش ناشفه او معناها تكون شيحه. فوالا باش نحي هني هوني هيك وحده ونوريكم، دايوغ الريحه محليها. فوالا هذه هي دونك الاوراق نتاع الكاليبتوس. دونك احنا توا باش نمشيو بطبيعه الحال نغليو وتشوفوا كيفاش الطريقه اللي انا ديما نعملها باش نعقم الدار نتاعي في اي معناها في اي فصل من فصول السنه. فوالا فوالا رجعنا. دونك هذوما هما الاوراق نتاعنا. دونك احنا توا باش ناخذوا كاين الاوراق هذوما هكا، باش نحيو الاوراق هكا نحيوهم الكل. وبطبيعه الحال خدينا يعني كسرونه، يعني حطينا فيها الماء، ماء عادي، ماء معناها من الحنفيه عادي الماء هذا. ومن بعد باش نحطوا الاوراق نتاعنا هكا بالطريقه هذه حتى لين نحطوا بطبيعه الحال الماء نتاعنا، حتى لين يوصل مرحله يولي يغلي نقصوا عليه، والبخار نتاعو بطبيعه الحال لازم يكون الشبابيك والدنيا كلها معناها مقفله حتى يعطي الافاده ويقوم بعمليه التطهير والتعقيم نتاع المنزل. دونك نحطوهم ونرجع ان شاء الله. فوالا دونك هذا هو. دونك وقت يوصل لمرحلة هكا خليوه معناها مرحلة الغليان، البخار نتاعو يلزم يكون تم معناها يتم إغلاق الأبواب والنوافذ والكل حتى يتم عملية التعقيم الكامل للمنزل بكل. فوالا هذه هي كانت الطريقة نتاعي، حبيت نشاركها معاكم، أكيد برشا منكم يعرفوها. دونك ما تبقى لي كان باش نقول لكم ربي يحمينا الناس الكل، شكرا لكم وإن شاء الله تحصل الإفادة وأنتم زادة تجربوها وتستنفعوا، وأكيد إذا نشارك أي حاجة تكون ناجحة عن تجربة. في الأمان وبسلامة.